إذا خلصت تاني بقول إذا خلصت تاني طبعا بقول إذا شكرا. خلصت بدون ولا موتة. السلام عليكم، جبت مقطع جديد اليوم، جايبكم ماب مع دحوم. يا هلا دحوم، شوني علقت يا أنا؟ هلا والله. أوه ماي جاد. طيب ماب اليوم عبارة عن ماب ريمبو، مثل ما تشوفون ألوانه خرافية، الماب اللي زي كذا يفتح الناس. ماب عبارة عن أسهل ماب في فورتنايت، أسهل شيء في التاريخ. فالماب هذا راح نخلصه على طول، إذا ما خلصنا على طول فينا سباي. فينا منو؟ المهم الماب اليوم ما أدري كم ليفل صراحة، بس فوق 30 ومرة سهل. فخلونا نبدأ الحين. هذا الليفل واحد، هذا الليفل الثاني. شو كيف مرة سهل، فبعدين بتغير الليفلات. أوف. وش؟ يا الله بغيت أموت. صعب صعب. والله ما هذا اللي طقطق، هذا اللي طقطق والله. كي اس اي. اوكي ليفل 6 مره سهل الى الحين، مره سهل. احس انه ما يبغى له تكسيس يعني ذا الماب كذا تمشي وهذا مشي واحد. اوكي ليفل 8 سلوه ما مات مره، حد يخلص الماب اذا ما اوه والله ما شفت اللي فوق. اذا خلصت اذا خلصت تاني بقول اذا خلصت بدون ولا موته. اوكي شالوا حق التشيك بوينت. يب بغيت تذبحني دحوم. قاعد يمشي على بركتي. شريت بس امزح شباب امزح. والله يا اخي المبات زي كذا تسحب في فخاخ يا اخي تعجبني. اي ما في شالوه شالوه سالفه تيك بوينت ما ادري ايش. اول ما ترسمه خلاص موت. ايه جريت في الفخ انا يا رب. لا اصبر وقف. ما يمشي لتحت نشف. الله ياخذ ليسك. فكيت من الفخ اللي على اليمين. عينك عينك عينك. ايزي. الله يخليك بلكتني 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 يا غشاش. ايه ما تمشي كذا. ايزي بيزي سلوم. ايش في هذا اللفلين حتى ما احتاج اسوي شيء. دحوم اصبر وقف. اصبر طيب. انا اكمل. قاعد اموت انا من هذا الفخاخ. مشكلة اللي ما عنده بينك. ايش فيه؟ اسهل ما في فورتنايت. لا سلوم لا لا اقسم بالله والله كذا كثير. مستحيل في فخ ما ما سويت له شيء. نحاول نصبر طيب. واقف انتظرك. الحمد لله يا ربي. وش هذا بعد؟ ماشي بس هذا اتوقع امسكها من قدام وتمشي. ها؟ مو راضي يوصلني ذا. وصلني. اوكي انت وصلت. اوكي هنا في واحدة ثانية. حلو. وي ديم. اوكي هذه هنا. بسم الله. في واحدة ورا. الحمد لله سلامة. طيب. مش على قدام. الله غبي. فكر فيها طيب يا طيب. وتموت. انا قاعد اقول مسافة مرة بعيدة. دحوم تدري الناس الماب؟ اي ناس الماب؟ بس في البداية. والله العظيم بدا يا عيال انه يصعب صراحة يعني مو بيصعب يعني مو بسهل حاليا يعني متوسط. والله غبي اقسم بالله غبي. نطيت من فوقها. اوكي هذا ما عندك تروح سيده كذا. اوكي ايزي هذا مرتين تسويها يا رب كريم. ايزي 23 ايه 24 دحوم 21 هذه الاثنين الدزه ذي كيف تسويها؟ سهله كل شيء سهله وانا قاعد كيس انت عليها عاديه ويطيحني. لا اعطى نطه مع هذا شلون اشرح لك؟ فهمت فهمت ايزي دحوم 26 اوه هذه والله مو راضي. اوه
دحرون 27 ولا مفكس انتظر هذه وشي امشي كذا بس ها وش لحسة المخ هذه مين اي والله لحسة يا اخي الالوان تلخمك اصبر 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 هذه يبغالها كذا يمين 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 ها آه؟ بس كذا ايزي يا سلام ايزي ايزي دحوم اح اما في افخاخ تشتغل من بعيد 32 والله الخمتني مره 33 دحوم دحوم احس اني بخلص قبلك ما ادري ليش بسم الله تربر اي الالوان 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 صداع ووو بغى يذبحني الفخ ها اوه اصلا ما بقي شيء ترى شاك تنتظر كم انت؟ خلصت ام الماضن وراك 28 بس هذه الالوان تلحس الحين وراي 28 فرق بيننا 7 يا طيب الله اصبر اصبر دروبر خليك تحت على اليسار لا مو دروبر اصبر لا لا اصبر اي صح عندك الكور هذه بعدها ال دروبر في كفر ترى اخر شيء ها بس ايزي بغى يذبحني الدروبر هذه كذا اوه انت اوكي انا قاعد امشي بدون ثلج واو ذبحني ذبحني مو بدون ثلج ايش هي الزبده ترى بتقلتش معك اللي على اللفه هذه فلازم تعيد كل شوي يلا بسم الله 37 هو 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 الله هذا 30 اتوقع انه 40 اخر شيء ولا؟ ما ادري والله شلون وقفت فيها ذي؟ شلون وقفت فيها؟ اح وين وصلت انت؟ الهواء قاعد اموت يلا اشوفك انت تسطيع دحوم انت تسطيع روح اللي بعدها ايزي بيزي ليمون سكويزي لا هي هذه السات الى بكره انا اشوف مره ايوه بس اوكي 40 هذا وشي اوه تحط واحده هنا حط واحده هنا اي اسوي عشان تمشي انت ايش في ايش مصاخه طيب اسوي عشان تمشي انت ليش ايه طحت والله وجينا هو وجي مبات اقسم بالله هذا اسهل ماب بعد ها ايوه والله انه سهل 42 ها كم اخر شيء ايش استعرف انا انا وراك ابغى ترجع ورا انا الله عليك سلوم والله لا 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 ما تمشي دحين اصبر اصبر وقف وقف والله تفكر والله توقف اصبر اصبر سلوم ايزي سلوم الماب اصبر محتاج مساعدتك ضيعت انا جريت بالفخ اللي قدام هذه يا اخي مشكلتها لازم توقف في النص وتجربهم كلهم يلا تعال على القدام يلا ها ايزي ايزي الحين ايزي اصبر 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 صعبة 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 اوف انت ما معك ثلج يا وسخ رايح بدون ثلج والله كان ودي اني ارجع قسم بالله بس شكله خلص الباب ها خلص الباب خلاص جي جي اوف الصندوق مره كبير وينك دحوم اصبر قاعد يدف فيني صقع راسي انا كان ودي ان شو اسمه ارجع بس لم تزبط قبل شوي يلا في باركور اصبر لازم اخلصه يلا ارقص وياك نسويها واحنا نرقص ولا وش هذا المفروض يعني؟ ما ادري ليفل مخفي يمكن مخفي كلنا شفناه اوكي كل ذا الرقي عشان يقول يوز كود ما اخذ بيسه جلاطني جلاطني من الله ترقص يا شيخ بس هيك كان مقطع اليوم ان شاء الله مقطع جاكم لا تنسون زر لا تنسوا زر اللايك عجبكم المقطع قناة دحوم في الديسكربشن كود ما في الديسكربشن خلاص برقص فبس هيك مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم
لا تنسون زر اللايك اذا عجبكم المقطع قناه دحوم في الديسكربشن واشتركوا في القناه كنتم مشتركين ما ادري ايش قاعد اقول انا بس على كم مقطع اليوم نشوفكم على خير سلام.